غادي نهضروا على لي ماتيريو وعلى لوبجي. شنو الفرق بين الماتيريو وشنو الفرق بين لوبجي؟ اول حاجه غادي نقولها لك، الا عجبك الفيديو وبغيتينا نستمروا في نشر الفيديوهات بحال هادشي اكتب لنا في كومونتير انت كاين. وغادي نبدا. شنو معنيه ماتيريو؟ ان ماتيريو اي اون سوبستانس دوريجين ناتوريل او ارتيفيسيال. اذا هو واحد المكون من الاصل، اما يكون طبيعه او يكون مصطنع ولا يوتيليزي بور فابريكي دي زوبجي. وكنستعملوا هذا الماتيريو باش نصاوبوا لي زوبجي، الاشياء. مزيان، ولكن شنو هما هاد الاشياء؟ و ان اوبجي اي فابريكي بور رومبلير اون فونكسيون اي ريبوندر ا ان بوزوان بيان ديتيرميني. وهاد لوبجي هذا راه كنصنعوه باش نديرو به شي مهمه، مثلا بحال هاد لي زوبجي. بحال هاد كاينين بزاف الانواع ديال لي زوبجي، بحال الكرسي ديال الخشب، كرسي ديال البلاستيك، المعالق، المقص، القراعي ديال الماء، الكيسان ديال الماء، الكيسان ديال السيراميك، قميله ديال لينوكس، بحال قميله ديال النحاس، بحال مطرقه، البيكاله اللي كنركبوا عليها، وبحال البيسي اللي كنستخدموا. هادو كاملين كيتسموا دي زوبجي. منين عرفنا حنا كاع هاد لي زوبجي كاملين؟ ديما غيطيح لي سؤال في بالي، من هياش مصنوعين هادو وشنو الفرق ما بيناتهم؟ اذا السؤال اللي غيتطرح عليك واللي خاصك تكون عارف الجواب ديالو هو هاد السؤال، واللي هو كي لي لا ديفيرونس انتر اوبجي اي ماتيريو. شنو هو الفرق ما بين الاوبجي وما بين ماتيريو؟ بكل خلاصه حنا كما كنعطيوك العصير ديال الدرس وبكل سهوله وبروده غادي تعرف دابا بان الا كان عندك واحد لوبجي راه يمكن لك تصاوبو ابارتيغ من ماتيريال واحد اولا بزاف ديال لي ماتيريو. واضحه قضيه؟ مثلا بحال المقص مصنوع من البلاستيك ومصنوع من لينوكس ولا الحديد، اولا ان ماتيريو بيرمي دو فابريكي ديفيرونت اوبجي، اولا ماتيريو واحد يعني قد نصاوبو منو بزاف ديال الاشياء، يعني من ماده وحده. دابا فهمتي الفرق بيناتهم؟ واو، الا فهمتي هذا التمرين هذا خاصك تجاوب عليه وانت طاير. وهذا التمرين هذا الى هذه الحصه فهمتيها مزيان عرف بانك راك شربتي الكاس ديال العصير. قال لك كومبليتي لي فراز سويفون اي شوازون شوازيسون لو مو كونفينابل اوبجي اولا ماتيريو. دابا انت تتعرف معنى الاوبجي، كتعرف معنى هذا وشنو هو الفرق ما بيناتهم. جا قال لك ان واش اوبجي ولا ماتيريو بو اتر فابريكي ا بارتير دان سول او دو بليزيور. ها شكون هو ان اوبجي؟ اذا ان اوبجي بو اتر فابريكي ا بارتير دان سول ماتيريو او بليزيور ماتيريو. مزيان، وضرب لي على الشيء الاخر اللي ما عندنا ما نديرو به حيت هما قال لك شوازي. دونك هادي غادي نضربو على هادي وغادي نضربو على هادي وغادي نضربو على هادي. مزيان، الجمله الاولى مهمه بزاف. ودابا هنايا فين غتغني ام كلثوم يا ليلي يا عين؟ اذا قال لك اون بوتي اي اوبجي ماتيريال كي بو فابريكي ا بارتير دا اوبجي ماتيريال تيل كو لو فان. هو هنايا باش تعرف راسك واش فهمتي. ها هي البوتاي وها هو لو فان. دابا غادي تشوفهم ولكن غيجيك الشك. غنعطيك واحد النقطه واللي مهمه بزاف واللي هي هادي ان ماتيريو. ليكزومبل ديال لي ماتيريو عندك الحديد، فيغ، البلاستيك، الفيغ والالومنيوم. هادو مكونات صافي، وهادو اشكال او لا اجسام. هذا هو الفرق بيناتهم. هذا الجسم، مكونات ديال هذا الجسم شنو هو؟ لو فيغ. اذا هذا جسم اوبجي وهذا ماتيريو. اذا اون بوتي سيت ان اوبجي. هاك شتي باش كنفهمو؟ سيت ان اوبجي. ضرب لي على ماتيريو كي بو اتر فابريكي ا بارتيغ دا شنو؟ ماتيريو تيل كو لو فيغ. صافي، مصنوعه من الماتيريو ديال لو فيغ. عندنا لاسي انوكسابل اي ان. شنو هاد لاسي هذا؟ انوكسابل كما قلنا انا هو غيكون شنو هو؟ ماتيريو ماشي اوبجي، هو ماده.
ميتال اوتيليزي كتستعمل بور سي بروبريتي دون لا فابريكاسيون ديالاش ديال لي زوبجي. شكون اللي كيتصاوب؟ ماشي لي ماتيريو، لي زوبجي هما اللي كيتصاوبوا. ديستيني على كوزين كوم لي كاسرول، غاميلا، طنطان. بصحة وراحة. كنتمنى تفهمتي مزيان هاد الدرس هذا، خليتك على خير، الله يعاونك.